كل مهنة ليها أسرارها، كل مهنة ليها اللغة بتاعتها، كل مهنة ليها حاجات اللي شغالين جواها هما اللي عارفينها. موضوع شائك، هنتكلم من جوه المطبخ وأقول لكم كل حاجة عن أسرار المهنة بتاعتنا. الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وذكر في القرآن: يا أبتي استأجره إنه خير من استأجرت القوي الأمين. يعني إذن حاجتين مهمين جدا، أول حاجة القوة، تاني حاجة الأمانة. أما القوة فعندنا في شغلنا طبعا اللي هو خبرات الطبيب. كل ما الطبيب بيقدم كل ما كان عنده خبرات أعلى، كل ما الطبيب يكون مذاكر أكتر كل ما يكون قدراته العلمية أحسن، كل ما المريض يكون شاف حالات أكتر كل ما يكون خبراته أكتر. فإذا دائما أبدا دور على الطبيب اللي عنده خبرات ومعروف في السوق. تاني حاجة هو موضوع الأمانة. المريض هو أمانة عند الطبيب، طبيب مؤتمن على المريض اللي عنده. يا ما جالي مرضى ما عندهمش حاجة في عينهم والطبيب يقول لهم انت عندكم مياه بيضة، دي قلة أمانة مع الأسف الشديد. يا ما جالي مرضى الدكتور قال لهم تعملوا ليزك، رجعوا عندي قلت لهم مش محتاجين تعملوا ليزك. يعني مهم جدا حضرتك كده تتأكد ان الطبيب بتاعك دوت شهادته ايه، سمعته ايه، خبراته ايه. لان مع الأسف الشديد بنفاجئ ان بعض الأطباء بيكتبوا على نفسهم ان هم استشاريين وهم مش استشاريين، ويكتبوا ان هم أساتذة وهم مش أساتذة، او الدكتور حتى يكون اصلا فاتح عيادة هو اصلا مش طبيب. مهم جدا جدا تتاكد من الجزئيه ديت، الجزئيه دي مسؤوليه كل مريض. اما الطبيب فالامان عليه انه يخلي باله المريض بتاعه ويحافظ عليه ويتقي الله فيه. يعني مثلا بنفاجئ ان نازله اعلانات كثيره جدا دلوقتي على السوشيال ميديا وعلى التلفزيون عن مثلا اعشاب او ادويه معينه، يقول لك الادويه دي والله بتخسس، الادويه دي والله بتقوي، الادويه بتعمل كذا. دي مشاكل خطيره جدا، ويا ما جالي مرضى الاقي المريض جايب معاه قطره وجاي بيها، يقول والله يا دكتور احمد دي شفتها على النت وقالوا القطره دي بتمنع الميه البيضاء او القطره دي بتحسن النظر. ولسه كان طالعه من كام يوم كان في ترند على التلفزيون وعلى السوشيال ميديا كلها، الحقيقه يا جماعه مش محتاجين تلبسوا نظارات لان قطره تكشف الموضوع ده وتضيع موضوع النظارات. طبعا ده كلام خطير وكلام مرعب، وطبعا قله امانه من الناس اللي بيعملوا كده. لازم تكون انت كمريض حذر وذكي وتقدر تستقصى المعلومه كويس وتتاكد المعلومه كويس وتعرف انت رايح فين وجاي منين وبتاخد ادويه عن طريق ايه. لازم ولا بد تتاكد من المعلومه والمصدر بتاعك.